السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام دكتور وصلت معاكم هون المرة الماضية صح عند في السكريتال الساركومير لينكس وعلاقته في التنشن انهينا احنا المحاضر السلايد اللي, اللي قبل هاي اول قلنا انه في اوبتيمال لينكس للساركومير اذا بنكون عليه كطول وبعدين بنخلي العضله تعمل كونتراكشن هون اذا انا اخذت فايبر لحاله واحد ون muscle فايبر قلنا على هذا اللينكس اللي هو تقريبا على سي هذا بيكون هون الاوبتيمال لينك لانه هون اكثر تنشن انا باخذه من الكونتراكشن هلا هون اخذ العضله كتوتال مش بس ال كمسل فايبر واحد بشوفوا شو موجود عندكم طبعا هاي ال ال نفس الصوره انتم شفتوها مع ال في الهارت لما كنا نحكي عن الفرانك ستارلينج فرانك ستارلينج لو ولما كان يحكي عن ال اللي هو علاقة الاندايستوليك فوليوم مع التنشن اللي بيكون كان هون يكون عندكم شيء اسمه اللي هو الدايستوليك برشر الأزرق وهذا كان عبارة عن السيستوليك برشر هون نفس القصة لكن شو عمل أخذ طول الساركومير بدل ما يقول الاندايستوليك فوليوم تنشن بفور كونتراكشن شو الإشي كتنشن موجود على العضلة قبل ما تعمل كونتراكشن نتيجة الاسترتش اللي أنا عملته عليها وبعدين عملت لها Stimulation فخلتها تعمل كونتراكشن زي ما انتم شايفين اول شيء كعلاقه كل ما انتم بتزيدوا اللينك تبع الساركومير يعني انتم بتعملوا على العضله ستريتش اكثر اكيد التنشن اللي يكون عليها قبل ما تعمل كونتراكشن عالي فهي عماله بزيد تنين لما انتم تيجوا تعملوا تزيدوا اللينك تبعتها فبالتالي انتم عم تعملوا الصوره هاي اللي موجوده عندكم هون بتطولوا شوي شوي بالساركومير لدرجه انكم ممكن تعملوا هذا الحكي اللي هي النقطه دي هلا أنا لعند سي اللي هي هاي اللي هي أنا تخيلوا أنا موجودة هون هلا إذا عملتوا بارشل ستريتش على العضلة شو بتخلوها؟ بتخلوها تزيد الفورس أوف كونتراكشن وتعطيكم أعلى تنشن شايفين هون هلا إذا كثير عملتوا ستريتش على العضلة لدرجة أنكم بعدتوا كثير الأكتين عن بعضهم البعض وبالتالي هيدز فيش حدا فيش إشي ترتبط فيه كأكتين مش عم بتلاقي إشي ترتبط فيه فالفورس أوف كونتراكشن بدل ما بتزيد بتقل عشان هيك الاحسن شيء يكون الساركوين على الاوبتيمال لينكس اللي هو تقريبا ايش اللي هو يكون حوالي 2.2 هون بتكون اكثر قوه رح تعطيها العضله لما تيجي تعمل الكونتراكشن فعشان هيك زي ما حكينا في الهارت اذا عملتوا بارشل ستريتش للعضله ممكن تخلي الفورس اوف كونتراكشن يكون اعلى في السكريتال مسل الاشي الثاني اللي بدي احكيه انا بالنسبه للسكيليتال في عندكم نوعين من الكونتراكشن حكينا احنا علاقه اللينك للسارك... للساركومير وكل هذا كفورس هلا في ككونتراكشن في عندي طبيعتين او شغلتين في إشي اسمه ايزومتريك كونتراكشن وفي إشي اسمه ايزوتونيك كونتراكشن كلمه ايزو زي ما اخذنا في الهارت معنا ايزو معناها ايزو معناها ذا سيم ايزومتريك معناها ده تعمل كونتراكشن بس ما تقصرش العضلة لأنه بده يضل عندها نفس الطول فاسمها إيزوميتريك. في الايزوتونيك كونتراكشن يعني العضلة رح تقصر لكن رح تعطيني تون ثابت ما يتغير في الايزومتريك كونتراكشن انه العضله بتعمل كونتراكشن وذاوت شورتنينج وهذا الحكي بيحصل لما انتم تشتغلوا اجينست فورس يعني شو يعني عشان ما تنسوها تخيلوا حالكم بدكم تدفعوا شغله ثقيله او مثلا اجي اقول لك اعمل فورس بايديك حاول وكانك بدك تدفع مثلا الحيط هون انت شو بدك تعمل بتحاول تضغط في ايديك على الحيط بتزيد القوه تبعتك لكن العضله ما قصرت عندك ما تغير فيها اي شيء في اللينك هلا هذا الايزومتريك كونتراكشن بيستخدموه عشان يشوفوا يعني شو الفرق بين العضلات في القوه كل ما كانت اقوى معناها الفورس يعني انها تعطي قوه بدون ما تغير اللينك تبعيتها فكل ما كانت اكثر التنشن معناها هي كعضله اقوى من غيرها النوع الثاني اللي هو بسميه الايزوتونيك هلا رح اجي اللي هو انا بغير في طول العضله مقارنه انا بثبت التون او الفورس اللي بتطلع منها هلا الايزومتريك كونتراكشن في فاريشن طبعا اكيد في اللينكس تبعتها قديش بتقعد بين عضله لعضله انتبهوا على الصوره اللي موجوده عندكم هون هون اخذ عده عضلات اخذ الاوكيولار مسل اخذ السولس مسل واخذ الجاستريك هذول اللي هن مسل اوف لوور لم وهون طبعا اللي في الازرق هو الاكشن بوتنشال انتبهوا شوي انه هي عبين ما تعمل كونتراكشن في شوي بسميها ليتنت يد ما بين الديبولارايزيشن وما بين الاكشن بوتنشال شايفين هي بلش هون وانتهت الديبولاريزيشن وهي بعدين بلشت الكونتراكشن تبعتها ليش لانه تذكروا سكليت المصل مش معتمده على كالسيوم بيجيها من برا معتمد على الكالسيوم بيطلع من جوا الخليه في المقابل ال ال الهارت مثلا معتمد على اللي بيجي من برا عشان هيك الكونتراكشن كان يبلش عند فتره البلاتو هلا شو شايفين بالصوره اللي موجوده عندكم هون؟ لو جيت قلت لكم اطلعوا على الصوره وشوفوا لي الفرق، شو بيفرقوا هدول العضلات عن بعضيهم البعض، يلا. كانيشيشن الطب قديش بوصلوا كتنشن او الفورس اوف كونتراكشن، شو مفترقات عن بعض؟ يلا مين كان بده يجاوبني؟ يلا يا يعني. بوصلوا تقريبا لنفس القوة، بس بعمل. في أشياء بتضلها لفترة أزيد. يعني يعني بتقدر تضلها تعطي قوة لفترة أزيد زي آخر واحد اللي بالأحمر يعني مثلا السولس مصل يا لين اللي هي هاي بالأحمر شوفوا تطلعي شوي بطء عندها لوسط القمة لكن شو مالها؟ نعم فبنقدر نقول إنها عاملة سستيند كونتراكشن أكثر من هاي وأكثر من الأوكيلر مصل طب لو قلت لك ما يزيل الأوكيلر اللي هي هذا بالخط الأخضر عن الباقيين شو عملت؟ يعني أكثر يعني كان كانت أسرع إشي بتوصل لل للقوة عشان القوة يعني أعطيتكم قوة لك عالية لكن شو مالها لا لمدى قصير لو قصير آه نعم فعشان هيك هاي إذا بدك شيء فورس قوي عالي سريع لكن لفترة محدودة بتعمله لكن اذا بدك قوة عالية لكنها ستين ما بتقدر تعمله ماشي عشان هيك هدول مثلا زي ما قلت لكم موجودين في اللور لم هدول بدي انا مثلا زي تخيل واحد يمشي بده يركض هدول مش شغله حركه بسيطه وتروح يعني وترد تغير كمان مره فهدول لازم يكونوا يعطوكم سستين كونتراكشن اما الاوكلر موسل ما بتعط مش سستين لكنها فورس والقوية بشورت ديوريشن عشان تقدروا تغيروا بعدها اذا بدكم تغيروا الاتجاه تاخذوا مثلا عضله ثانيه هي اللي تروح تعمل ايش ال... الكونتراكشن الإشي الثاني النوع الثاني يعني هي الايزوتونيك كونتراكشن في الايزوتونيك كونتراكشن العضله بتغير في اللينك تبعيتها لكنها بتثبت التون ماشي في إشي بنسميه اللي هو الكونسنتريك وفي إشي بسميه الاكسنتريك هلا قبل الكونسنتريك والاكسنتريك هل بس بدي تفهمون هيها كمبدا في الايزومتريك قلت لكم تخيلوا اشي قدامكم بدكم تدفعوه تدفشوه فبالتالي العضله ما بتغير في في الطول تبعها ثابت الطول لكن بتحاول تعطي فورس في الايزوتونيك بدها تثبت الفورس، كيف بدها تثبت الفورس؟ تخيلوا في كيس مثلا فيه حجم وزن معين، يعني مثلا بقولكم هذا الكيس وزنه 10 كيلو وبقولك لك بدك ترفعه في ايدك مثلا تحمله في ايدك وتنقله من مكان لمكان. هلا تخيلوا حالكم الصورة اللي أنا حكيت لكم إياها، إشي موجود على الأرض وبدك ترفعه. شو بتعمل في العضلة أنت ساعيتها لما تيجي ترفعه؟ بتطول بتقصر العضلة، شو بصير فيها؟ لما ارفع الإشي بتكسر العضله بتكسر تكسر نعم و... طيب كملي يالين وبعديها ه... عشان تقدري ترفعيه وتوصليه شو لازم تعطي العضله؟ شو لازم تعمل الكونتراكشن؟ الفورس تبعتها شو بده يساوي؟ يعني انه قوه ولا مش فاهم؟ الفورس اللي تطلع منها نعم يعني قوه الكونتراكشن اللي عندك شو لازم تكون قادره تعمل؟ انها ترفع الإشي عن الارض اللي بدي اشيله آه وما يفلت منك ويضلك حاملتي فعشان هيك لازم تعطي قوه تساوي وتعاكس اللود اللي بيعمله هذا الوزن على العضلة هاي هلا اسمعوا شو اللي بيصير هلا هي قصرت وصلت غيرت في طولها لكن أعطى التون ده تثبته. هلا انتم تخيلوا أنكم تحملوا هذا الإشي وتمشوا فيه مسافة توصلوه لازم التون اللي عندكم أو الفورس أوف كونتراكشن يعني التنشن اللي طلع عندكم يساوي الفورس اللي بف ب يعني بيمارسوا اللود على الإيدي هلا اذا كانت نجحت العضله انها تعمل هذا الحكي هل تنجحوا في نقل الكيس هذا نعم بتوصلوا طب افترضوا انه قوه الكيس هذا كفورس اعلى من قوه قوه انقباض العضله شو بصير يا بفلت يا اما بتصير ايدكم بالعكس تنزل لتحت وتحسوا حالكم انه وكانها الايد مرات بيحكي الواحد مصطلح بيقول انشلعت ايدي او حسيت كانها تمزقت العضلات في ايدي نعم لانه الفورس اللي عاملها اللود هذا آه آه على ايدي اكثر من قدره المصل هاي انها تقدر تعمل الكونتراكشن اللي تعكسه هلا عشان هيك في في الايزوتونيك انه بدي تون ثابت لكن اغير اللينك هلا في عنده نوعين كونسنتريك في الكونسنتريك انها العضله قصرت واعطت تون والتون هذا عاكس وساوى اللي الفورس اللي بيعملها اللود على ايدي فمش مشكله عادي خلص مشيت الامر قصرت شوي اعطت تون ثبت التون وعاكسه فانا عملت الموفمنت هاي اللي بدي اياها في الاكسنتريك لا اللود اللي بي الفورس اللي بيعمله اللود هذا الوزن اللي انا بدي احمله على ايدي اكثر من قوه ايدي انها من الفورس اللي ناتجه عن قوه الانقباض الموجود في عضلات ايدي لدرجه انها بدل ما تقصر العضله شو بيصير فيها؟ بتطول بتنشد لتحت ماشي؟ طبعا هذا الحكي بضعفها وبدأ في الفورس اوف كونتراكشن تبعيتها لدرجه انه الواحد ممكن ما يقدر يكمل يفلت منه الشيء اللي هو بحاول يرفعه او انه تعملوا لها زي ما قلت لكم تمزقوا في الفايبرز الموجوده عندكم اهم شيء ما تنسولي شو معنى ايزوتونيك وشو يعني ايزو ايش ايزومتريك كمان هلا بدنا نشوف في احتياجهم للطاقه، برضه في عندهم فروقات، او شو طبيعه المصدر اللي انا بستخدمه. هلا الانرجي طبعا هي بدها انرجي لعده شغلات، واحده منها السلايدنج ميكانيزم اوف كونتراكشن، متذكرين الاي تي بي وكيف لازم تضلها رابطه الاي تي بي وتعمل انرجايز لحالها وبعدين لما تيجي تفلت لازم لما تعمل سوري التلتنج بتستهلك الطاقه هاي، بعدين لازم عشان تفك ترد ترتبط في الاي تي بي. تنين عشان تعمل ريلاكسيشن قلنا كمان لازم الكالسيوم الموجود جوا السا... السيتوبلازم يرجع للساركوبلازم ريتيكولم برضه بدها في هذا الحكي اي تي بي لتشغل كالسيوم اي تي كمان في كل اكشن بوتنشال انتوا بتعملوه بتدخلوا الصوديوم لجوا وبتطلعوا البوتاسيوم لبرا فهيك انتوا عكستوا التر... التراكيز اللي النورمال موجوده عندنا في الهوميوستاسس قلنا الصوديوم لازم برا والبوتاسيوم جوا عشان تقدر تعمل اكشن بوتنشال فعشان هيك لازم اشغل الان اي كي عشان ارجع الصوديوم برا وادخل البوتاسيوم كمان مره على جوا الخليه كل هاي العمليات بدها انرجي بدها فيها اي تي بي عشان هيك هي بتدور على مصادر اخذتوا في البيوكيمستري مصادر الطاقه من وين بتعملوا كيف ت... كيف تحصلوا على الاي تي بي يلا احكوا لي كيف تحصلوا على الاي تي بي شو بتعملوا شو الطرق اللي انتم سمبلي بتعرفوها بتقدروا تحصلوا فيها على الاي تي بي في السولاش بي نعم عن طريق يلا يا عبد الله اما دي بي وين مثلا مين 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 الهاوس اوف انرجي اللي موجود عندكم في جوا الخليه الميتوكوندريا الميتوكوندريا نعم هلا اذا استخدمت يا عبد الله الميتوكوندريا فانت هون بتعمل شيء بنسميه اوكسيديتيف فوسفوريشن اللي انت حكيته بس هو اوكسيديتيف يعني معتمد على وجود الاوتو وبستخدم النيوتريان زي الجلوكوز الامينو اسيدز الفاتي أسد هذا يا عبد الله بعطيك مصدر عالي من الطاقة هو يعتبر مصدر عالي الطاقة وبساعدك انك تعمل سستيند كونتراكشن يعني تضلها هالعضلة عاملة كونتراكشن لفترة ليه لأنه بزودها بـ اي تي بي لفترة كبيرة. تنين طب اتذكر يا عبد الله احيانا بكونش عندك اكسجين فشو بتروح تستخدم عشان تعمل اي تي بي؟ ان لا هوائي ان اكسيت ان ايروبيك بنسميها ان ايروبيك نعم اللي هي عن طريق الجلايكوليتيك باث واي واللي هي بتشكل اللاكتيك اسيد هاي برضه مصدر تاني للطاقة لكن شو مشكلته بعطيك بعطيك اي تي بي لكن ما بزودك لفترة طويلة يا دوب اكثر اشي لدقيقة في كمان اشي سريع لكنه كتير يعني سريع جدا لكنه بعطيه فقط لثواني يا دوب خمسة لثمان ثواني اللي هو بسميه الفوسفوليريشن عن طريق الكرياتين فوسفيت يعني مش اوكسيديتيف ولا ان ايروبيك في انزيم اسمه الكرياتين فوسفيت مباشر بيعمل فوسفوليشن اي دي بي بحول اياه لاي تي بي لكن مشكلة الطاقه اللي موجوده اللي بعطيني اياها بتكون يعني يا دوب لخمس لثمان ثواني هلا سؤالي لإلكم اذا اكثر واحد احسن واحد اوكسيديتيف بعدين بيجي ايروبيك وبعدين بيجي اللي هو عن طريق الاي لكن الاي دي سريع جدا لكنه بزودش لفتره طويله شو بيعتمد يا عبد الله انت مين بدك بدك اوكسيديتيف ولا ويقل فوسفوريشن على حسب ايش حسب في او2 ولا لا واحد اذا عندك اكسجين ولا لا يعني مثلا حتى لو انا بستخدم الاكسديتيف مفيش أوتو بدي انجبر استخدم الان ايروبيك ولكن اذا الان ايروبيك ما كفاني شو راح يصير بعديها راح تدخل العضله في الفتيق واكوميليشن لللاكتيك اسيد والمصل بين وكل هذا الحكي طيب افترضوا انا عندي أوتو شو اللي بخليها يعني شو شو طبيعه خلينا نحكي الكونتراكشن اللي راح احتاج فيه الاكسيديتيف ما تنسوش دائما اذا بدكم سستيند كونتراكشن بيستمر لفتره فانتم هون بحاجه لمين؟ للاكسديتيف فوسفوريشن. هلا اذا العضله بس شيء سريع بدها تعمل شغله مثلا زي اللي قبل شوي حكينا عنها الاوكيولار مسل انقباض سريع تعمله ما يستمر لفتره عادي الفوسفوريشن عن طريق الجلايكوليتيك باثوي بتكفيها ماشي؟ واذا شيء سريع سريع جدا ممكن الكرياتين فوسفيت يمشيها ماشي؟ هذا هذا الاحتياج طبيعه ال ال دكتور عبد الله دكتوره في عندنا امتحانات 101 في ناس هسه في ناس الوحدة. طيب اللي عنده اللي عنده امتحان بيطلع عادي بس انا المحاضره موجود في وقتها ماشي اه تمام بس انه في حال حضور غياب احنا بنبكي عنا. لا، ما مية 101 ما عندي مشكله ما عندي مشكله اذا طيب. عندكم امتحان عادي بتطلع تحضروا الامتحان اللي عنده امتحان بيطلع على الامتحان ما عندي مشكله يا عبد الله طيب. تمام اوكي الله يعافيك هلا بدنا نيجي للمصل كمصل هنا في عندي كمان انواع للفايبرز تبعيتها هلا بدنا نحكي عنهم طبعا في فروق في بالمصل حسب شو السايز والداميتر للمصل فايبر الموجود عندي شو طبيعه الانرجي اللي هي بتحتاجه وبالتالي مين اسرع تعمل فتيق يعني مثلا اللي بتعتمد على الايروبيك ميتابوليزم مش يعني صعب انها تعمل فتيق لانه عندها دائما مصدر متجدد يعني يعني بعطيها اي تي لفتره طويله اما اللي مثلا معتمده على الان ايروبيك هاي اذا اجبرتوها على انها تعمل كونتراكشن لفتره طويله بتدخل في الفتيق لانه الان ايروبيك ميتابوليزم ما بكفيها ماشي عشان هيك تعالوا نشوف شو انواع المسل فايبر هلا اهم شيء لما اجي اقول لك مسل فايبر مثلا 1 تيجي تعرف شو الخصائص الموجوده عنده وشو بدها تخدمه مسل فايبر 2 بدك برد او تايب 2 يعني بدك تعرف شو الاشي الموجود عنده وشو اللي بده يخدمني هلا في عندي اول تايب اللي هنا هنا تو تايبس اول واحد تايب 1 اسمعوا شو اسمه تايب 1 ريد مسل او سلو فايبر كل وحده فين هدول بتعني هيك يعني في شغله التايب 2 بيكون وايت مسل وفاست فايبر هلا التايب 1 الفايبرز تبعيته بتكون سمول وانيرفيتد باي سمول نيرف فايبرز عشان هيك هدول بدهم شويه وقت على ما يعملوا الكونتراكشن يبلشوا يعني لانه الاشاره بتعرفوا سمول فايبرز مقاومتهم بتكون النيرف يعني عاليه وبالتالي بدهم شويه وقت على ما يوصلوا الاشاره لكن اذا بلشت وعملت الكونتراكشن تبعتها بتقدر تعمل سوستين كونتراكشن اثنين عندها اكستنسيف بلاد سبلاي عندها كثير بلاد فيزلز عندها كثير مايتوكوندريا وعندها في جوا الخلايا كثير من الميوغلوبين الميوجلوبين طبعا زي الهيموجلوبين بس اللي وين موجود الميوجلوبين موجود جوا المصل فهو اوتو بايندر بربط الاوتو بخزن لي اياه جوا العضلات لو اجيت قلت لكم عشان بعدين اوديه يعني للميتوكوندريا هاي العضله لما تكون مصل فايبر لونها ريد مصل او تايب 1 او سلو فايبر قدرتها على الاكسيديتيف ميتابوليزم عاليه ولا واطيه معاي عاليه ليش لانها حكينا انها بتستمر يعني اذا اجاها انرفيشن إيه يعني الانقباض بيكون لفتره طويله حكينا طيب وش عملتي لها شيء في الستركشر يالين يخدم هذا الحكي طلعي شو جاي عندها عندها اكسنسف بلاد سبلاي يعني بجيب لها او تو كثير ما انا جايبت لها بلاد وعندها مايتوكوندريا فبقول لها عادي, 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 عادي اعملي اكسيديتيف ميتابوليزم ماشي وكمان مش بس جبت لها بلاد فلو جبت لها مايوجلوبين المايوجلوبين شو فيه المايوجلوبين مخزن المايو وبالتالي بتقدر تعمل اوكسيداتي ميتابوليزم فعشان هيك اطلعوا هدول الفتيق شوفوا هون الصوره بتقول لكم مين الفتيق ريد ابطا وحده انها يصير لها فتيق تايب 1 مش بس... لانها مش بسهوله يصير لها فتيق لانها معتمده على مين؟ على الاوكسيداتيف ميتابوليزم اذا بدكم سستين كونتراكشن وما يصيرش فتيق كل هذا الحكي بتعطوه مين؟ بدكم العضله يكون فيها سلو فايبرز او اللي هن ريد ماسل فايبر هلا في النوع الثاني اللي هو الفاست فايبرز او اللي هن التايب 2 اسمهم وايت طب هذ... طبعا هذيك ليش اسمها ريد لانه عندها مايوجلوبين هاي اسمها وايت لانها ما عندها كميات كثير من المايوجلوبين او ممكن نقول ما عندهاش اصلا مايوجلوبين هلا التايب الفاست فايبرز طلعوا لارج فايبرز جريت Strength اوف كونتراكشن يعني بتعمل كونتراكشن بقوه وبسرعه لكن عندها مشكله ما تقدرش تعملهم سستين تقدرش تستمر فتره طويله شوفوا بايش زودناها كستركشر خلينا عندها كثير ساركوبلازميك ريتيكولوم فعشان هيك مجرد ما توصلها الاشاره شو بتروح بتعمل بتطلع كميات كبيره من ال... من الكالسيوم من جوا الساركوبلازم على السيتوبلازم ترفع الكالسيوم وبالتالي بتعمل كونتراكشن قوي وبسرعه لكن ما عندها كثير بلاد سبلاي ما عندها كثير ميتوكوندريا وما عندها مايوغلوبين لكن عندها كثير من الجلايكوليتك إنزيم فشو بتروح بتعمل هاي اكثر تعمل عملية الجلايكوليسيس فبتستخدم الان ايروبيك ميتابوليزم اللي بزودها لفترة بسيطة فهاي الفتيك تبعها اسرع من تايب 1 لكن تقدر تعمل رابت كونتراكشن ماشي ووايت لانها زي ما قلت لكم ما فيش مايوجلوبين هلا انا بطلب منكم بس تعرفوا واحد واثنين لكن هي اثنين بقدر اقسمها لقسمين بسميها تايب 2A شوي بس تايب 2A وتايب 2B ماشي تايب 2B هي الاكثر وحده بيصير لها فتيق لان هي اكثر وحده معتمده على جلايكوليتك باث واي هاي تايب 2A في شويه عندها شويه اوكسيديت ممكن تستخدمها عشان هيك تطلعوا اذا بدكم تمشوا لمسافه طويله لونج ديستانس لازم بدي تايب 1 هاي ممكن استخدمها في حوالي 400 ل 800 متر هاي طلعوا تايب 2B مثلا بدكم قفزه طيب مثلا تطلعوا زي هدول بيطلعوا عن اشياء العاليه هذا شو بده ما بده سستين كونتراكشن لفتره هو شيء سريع جدا بده عضله تكون فيري فورس تعطي قوه عاليه جدا لزمن قصير فهدول بكونوا اللي هن الوايت فايبر هلا الوايت فايبر زي ما قلت لكم بتعمل فتيك بشكل اسرع من الريد one ليه لانها ما بتعتمد على ال... ما عندها مشكله في الايروبيك يعني ما بتستخدمه بتستخدم عاده الان ايروبيك one اللي بيعطيها طاقه لفتره قصيره إذا أخذنا شو بدها كانرجي وأنواع الإنرجي وطبيعة الفايبرز كأنواع شو الموجود عندنا. كمان في شيء مصطلحين في الكونتراكشن برضو أو لهم علاقة بالكونتراكشن لازم نتعلمهم اللي هو إيه في شيء اسمه سوميشن تو مالتي فايبر سوميشن وفي شيء اسمه سوميشن فريكونسي سوميشن أو اللي هو بيعمل تيتانيزيشن. هلا شو معنى أول شيء بدي أقول لكم شو معنى سوميشن؟ شو معنى كلمة سوميشن؟ سوميشن معناها تجميع يعني بدي أجمع شغلات مع بعضيهم البعض. عشان ازيد الفورس اوف كونتراكشن هلا في الملتي فايبر لو قلت لكم شو يعني ملتي فايبر سميشن شو اللي بدكم تجمعوه معناها شو بدكم تزيدوا عدد ايش من اسمها ملتي ف... عدد مالتي فايبر عدد الفايبر يعني بزيد بقدر اقول عدد الموتور يونت فبسميها هاي السايز برنسبل اطلعوا على الصوره اللي موجوده عندكم هون في عندي الموتور يونت اكس وفي عندي الموتور يونت واي الموتور يونت اكس فيها خمسه فايبر موتور يونت واي فيها سبعه فايبر ماشي إجا ألكم لكم افترضوا انتم حفزتوا بس الموتور يونت اكس الموتور يونت اكس طلعوا خمسه فايبر تحفزوا اعطوني هذا التنشن طب اذا حفزت سبعه هدول الموتور يونت واي اللي فيهم سبعه فايبر اعطوني تنشن اعلى طب اذا اجيت حفزت التنتين هدول يعني حفزت هذا الموتور نيورون وهذا الموتور نيورون راح احفز تو موتور يونتس وبالتالي عدد الفايبرز اللي راح تتحفز بدل ما كانوا خمسه او سبعه شو بدهم يصيروا يا لين هو بس لين اللي اليوم معي اه يا لين بصيروا بزيدوا آه. هيك بزيدوا فشو بصير في التنشن بيعلى اكثر بيعلى بعلى اكثر, أكثر. فهون انا عملت سميشن تجميع عن طريق ملتيبل فايبر تعال شوف يا الصورة اللي جنبها هلا هون ما جيتش انا نفس المجموعة اللي انا بحفزها من الفايبر بغض النظر كم موتور يونت انا رحت تحكمت ب قديش انا بعمل فريكونسي في الستيميوليشن يعني قديش انا بعطيها اشارة انا اما بعطيها مثلا هون 5 10 15 مرة في, الدق... في الثانية 20 25 شو بيصير في الستينك ذا المسل كونتراكشن كل ما اعطيتيها الستيموليشن بيزيد هلا طلعي هون يا لين، هون شو بتعمل؟ كونتراكشن وخلصت وهي رجعت للصفر، كونتراكشن أه. هلأ كل ما زدت الفريكونسي أو ستيميليشن شو صرتوا تعملي؟ صارت ما تلحقش الاولى اللي هي ايش؟ تبدا بالثانية تبدا بالثانية هلا بعد ما صار اكثر ستيميليشن ما رجعتش اصلا لنقطة الصفر اللي بدت عليها يعني على هي اصلا لسه مش مخلصة الكونتراكشن كامل الأولاني جبتوا لها كمان فورس فشو صار في القوة؟ أعلى أعلى أعلى, أعلى أه. أه. هاي الفترة هاي اسمها فترة تيتانيزيشن شو يعني العضلة دائما عاملة كونتراكشن مش عمالها ترخي ليه لأنه فيها هاي فريكونسي ستيميوليشن واصلها كثير انا عمالي بحفز بحفز لدرجه اني عمالي ما بسمح لها تعمل ريلاكسيشن طول الوقت كل ما انتهت الاشاره الاكشن بوتنشال برد بجيب كمان ستيميوليشن بخلي الكالسيوم يضل موجود في السيتوبلازم طبعا هي كيف بتزيد الفورس, الفورس كونتراكشن لما انتم بتعملوا فريكونسي سوميشن انه انا ب... عملت اول اكشن بوتنشل طلع الكالسيوم على السيتوبلازم بلشت تعمل كونتراكشن لسه ما خلصت شو رجعت جبت كمان ستيميليشن جاب لها كمان كالسيوم فطول الوقت الكالسيوم عماله بضل جوا ايش ال... جوا السيتوبلازم طب لو اجيت سالت لقديش قدرتها انها تضلها ت... تعمل كونتراكشن معتمد على ايش على توافر ايش عندها توافر الطاقه وال والكالسيوم في كالسيوم اي تي بي بتضل قادره تعمل كونتراكشن اذا انتم شلتوا وخلصتوا وحده منهم هذول مشكله هلا هون انا ضامنت لها الكالسيوم بضل موجود لاني بضلني اجيب ستيميوليشن طب والانرجي التيتانيزيشن اذا العضله دخلت في تيتانيزيشن اول شيء بدي اوقف عند تيتانيزيشن وهي عامله كومبليت كونتراكشن هون مشكله انها تضلها عامله كونتراكشن لانها مثلا زي عضلات اللاركس لانجل مسل موجود في منطقه اللاركس ولا الديافرام يضل عامل كونتراكشن مشكله لانه هيك انا بنخنق يعني ليركس ب... اذا لارينج المصل سكرت عملت كونتراكشن في فيش هواء يدخل وبالتالي بموت الدايفرام ال... ال... يضل عامل كونتراكشن معناها بقدرش اعمل اكسبيريشن بقدرش يعني ليه لانه الدايفرام لما يعمل ريلاكسيشن بيضغط على الهواء اللي جوا اللنج بطلعه هلا اذا يضل عامل كونتراكشن مشكله بقدرش يعني بقدرش اخذ نفس جديد هلا كمان بعد التيتنايزيشن طب افترضوا ما وصلتش لدرجه اني انخنقت طب عامله العضلات هلا هي طول ما هي عامله هي مستهلكه للاي تي بي هلا بعد فتره استيميليشن استيميليشن خلصت الاي تي بي اللي عندها كنت تتوقعوها تدخل في بنسميها باراليسيس انها كانها او بطره تقدر تعمل كونتراكشن ليه لانها صارت فتيق دخلت في فتيق لانها مش قادره تضلها تكمل تعمل هذا الاستيميليشن لانه خلص السورس اوف انرجي الموجودين عندها الاشي الثاني نفس السيال العصبي نفس النيورون اللي بزود إذا أنتم بتعطوا ستيميوليشن عالي أولها بيكون قادر إنه يعمل هذا الحكي، لكن تعطوه أكثر مثلا من 50 مرة في الثانية شو بصير بعد فترة؟ مش قادر يصنع كميات كافية من الأسد الكولين، فبرضه الجنكشن بيدخل في فتيك، إنه أنا مش قادر أزود أضلني أسيد الكولين أسد الكولين، وبالتالي بعديها برضه بعد التيتانيزيشن ممكن يلحقها إنه يصير إيش؟ ريلاكسيشن، uh, إنها تبطل أو فتيك خلينا نحكي أكثر للعضلة، ما نقول ريلاكسيشن، إنها بتبطل قادرة إنها تنقل الإشارة كمان وكمان. فهدول ما تنسوش شو يعني summation size principle او اللي هي frequency summation هلا عشان هيك هذا الحكي طبعا انا حكيت جزء منه هذا بيكون لا معنى انه يكون عندي انا muscle fatigue شو يعني muscle fatigue انه ال prolonged كونتراكشن contraction للمصل بخليها تدخل في fatigue انها بتبطل قادرة تعمل نفس الفورس او تعطي نفس الفورس او بتبطل قادرة تستجيب للستيميوليشن موجودة عندكم الفتيق ممكن يكون مصدره من نفس المصل فايبر او مصدره يكون اللي هو النيورونال سيل انها هي الانابيليتي للكونتراكتال وميتابوليك بروسس انها تضلها تعطي ذا سيم وورك لانها زي ما قلت لكم استهلكت الاي تي بي اللي موجود عندها عشان هيك الفتيق له علاقه مباشره في قديش عندها جلايكوجين جوا الخلايا لان هي خصوصا لما تعتم يعني بتستخدمه كمصدر للطاقه اذا انهت الجلايكوجين ما فيش عندها جلايكوجين وين بدها تجيب بدها تروح تصير تدور على مصادر ثانيه او تروح تستخدم الأن إيروبيك ميتابوليزم تنين مش هي المشكلة يكون المشكلة في نفس النيورون انه نيورون انه انا يعني نقل زي ما قلت لكم اول مجموعه عمل ريليز النيورو ريليز بعد فتره من كثر ما انتم عم تعملوا له ستيميوليشن هاي فريكوانسي هو اصبح غير قادر انه يعيد كمان مره تصنيع المواد هاي فبالتالي دخل في هاي المشكله واخر نقطه ما تنسوا زي ما كنا نحكي في الهارت انه ديورينج كونتراكشن يعني ديورينج سيستول البلد فلو على الهارت بيكون قليل كمان هون في هاي العضله لما انتم عاملين لها تيتانيزيشن وما عم مثلا بتقدر تعمل ريلاكسيشن الكونتينوس كونتراكشن بيكون ضال بضل ضاغط على البلد فيزل وبضيق البلد فيزل وبالتالي شو بروح بيعمل بمنع السبلاي عليها فهيك انتو لما تمنع الصبلا يعني منعتوا أوتو منعتوا بلد فلو منعتوا نيوتريانس إنها توصل وبالتالي هنا سهل جدا تدخل بالفتيك ليه لأنه ما فيش مصادر إنها تقدر تعمل أكسيداتيف ميتابوليزم لا أوتو ولا نيوتريانس وبالتالي إذا استهلكت الموجود عندها هون أكيد رح تدخل بالفتيك عشان هيك انتبهوا على شو الأنواع اللي ممكن تعملكم هذا الحكي اخر شيء بدي احكي فيه اللي هي موضوع الريموديلينج وفي مرضين معينين آه، رح نحكي عنهم هلا في الريموديلينج شو معنى كلمه ريموديلينج اخذتوا شو يعني ريموديلينج في المصطلحات شو يعني الريموديلينج انكم بتغيروا في او شيء مثل هيك ايوه يا رائد في ايش يعني زي ايش مثلا زي في العضله خلينا ناخذ العضله شو بايش ممكن يتغير فيها ممكن عدد الالياف العضليه او شيء مثل هيك او خلاياها نعم. صحيح يعني عدد الاكتين والمايسين البروتينات ممكن تغير زي عدد المصل فايبر الموجود عندك يعني كخليه كمان ديروا بالكم مش بس نفس الخليه نفسها يعني والشو اللي فيها ممكن تغيروا في السبلاي اللي جاي عليها يعني لو اجيت قلت لكم واحد رياضي كل يوم بركض مثلا مسافه معينه اه شو بصير في عضلات رجليه؟ تكبر تكبر بزيد الماس يا رائد طب هلا لما انت زدت الماس مش عندك زياده نيد للبلاد سبلاي؟ صحيح فشو بتعمل في الفيزل؟ ايه بت... 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 بتبني نيو بلاد فيزل نعم بتعمل عمليه انجوجين هذا حكيناه في اللوكال كنترول اه بتصير بدك تبني لها نيو بلاد فيزل هاي عمليه remodeling، انا بغير في الاستركشر في اللينك في الدياميتر في في الفاسكولار سبلاي الموجود فيهم حتى المسل فايبرز كعدد هلا ال-remodeling عشان يحصل حكيناه انه بدكم ستيمولس شيء يعني يكون موجود وي... ويضل انه مش بس مره مثلا يعني واحد يجي يروح يركض مره ويقعد بعدها خلص بطل يعني ما بتدرب ما, ما رح تعمل الهاي ولا البلد سبلاي تغيره ولا شيء هلا اذا انتم بتضلكم تعرضوها لستريس معين عليها يعني انه لازم اركض هاي المساحة هاي المسافه كل يوم كل يوم كل يوم بتزيد بتصير تعمل ستراكشرال تشينجز هلا ممكن تعمل هايبرتروفي او سمبل فايبر هايبرتروفي انه شو تعمل انه نتيجه انه انتم بت يعني بتضلكم تعملوا عليها نيد نيد فهي بتروح تبني عدد من اكتين ومايسين اكثر يعني بتشكل بروتينز اكثر وبالتالي تعمل نيو ساركوميرز فشو شو بصير في حجم الخليه بزيد لكن ما غيرت العدد انا كمصل صار عندها هايبرتروفي اثنين مرات العكس بصير يعني disuse يعني انا عندي عضله ما بستخدمها زي الناس اللي بيصير هون الشلل نتيجة سيربرو أكسيدنت شو بيصير في في المصل قولوا لي شو بيصير فيها تدمر بتقل ليه لأنه ما بستخدمها أنا فبتصير فيها أتروفي فبتيجي تقارنوا العضلات لهذا الشخص وتلاقوا إنه الجهة اللي بحركها أكثر بتكون فيها عضلة من اللي ما بحركها على فكرة مش بس إنه الواحد يعني كشلل اللي بطل يحرك لو واحد مثلا وقع إجره وحطوه في الجبس مثلا لفترة بعد ما يرجع يفك الجبس اذا عمره حدا فيكم صار معه هاي المشكله عمره حدا فيكم وقع والجبصن اللي موجودون معي باليد او الرجل يعني هلا شو اللي بيصير انه عضله هاي هذه الفتره وانتم محطوط العضله هاي انا حاطه في الجبس عشان العظم يلحم يعني انا ما بحركها ما بستخدمها اول ما تفكوا عنها بتلاقوها شوي كانها ضمرانه وقوتها بتكون قليله عشان هيك بنبلش نعملهم اللي هو الفيزيوثيرابي انهم يضلّهم يستخدموها ويحركوها حتى يوصلوا في النهايه انهم يحسنوا من العمل تبعها. هلا فيري رير ممكن تعمل العضله لانه عندها الساتليد سيلز اذا بتذكروا حكيناهم في اول محاضرات اللي هن بروجينيتر سيلز ممكن يساعدوها على الديفيجن ممكن تعمل هايبر بليزيا، ممكن تزيد يعني عدد الخلايا الموجوده عندها. كمان في اخر شيء اللي هي ممكن تعمله في شيء اللي هن تعمل ادجستمنت لللينكس، كيف يعني؟ تتحكم في بناء الساركومير وين تحطهم؟ يعني مثلا مرات في بعض الاكسرسايز بيعملوا الونجيشن اكثر للعضله فبتروح بتحط الساركومير في الطول يعني بترتبهم فبتزيد اللينك تبع العضله او احيانا في العرض فبتزيد الثيكنس تبعت العضله فهون هي تكون تحكمت في ترتيب الساركوميرز الموجوده عندهم الرايجور uh, مورتس طبعا حكيت لكم اياها قبل هلا في اللي هي الدي نيرفيشن شو اللي ممكن يحصل عندكم انه آه لازم تعرفوا انه اذا انا قطعت السبلاي كبلد سوري كنيورونال سبلاي على العضله مباشره بتبلش تعمل اتروفي لانه فيش آه سوماتيك موتور نيورون معناها فيش ستيميليشن معناها ما فيش آه آه زي ما قلت لكم كونتراكشن فبتبلش تعمل اتروفي لان هي معتمده عليه في آه آه كمصدر للستيميليشن يعني هلا اذا تركتوها وما رجعتو لها النيورونال سبلاي بحوالي شهرين ممكن يصير فيها ديجنريشن وخلص تحول لفايبرس هلا اذا رجعتولها النيورونال سبلاي از ايرلي از بوسيبل بتحاول ترجع ايش لشغلها الطبيعي هلا معاكم حد لتعملوا ريكفري خلينا نحكي لعند ثلاث شهور يعني صار كت في النيورون في ورجعته العين ثلاث شهور مثلا بعد ما صارت الايفنت هون مثلا رجعت شفت قديش قدره هاي العضله فقلت مثلا رجعت من الطبيعي 50% 60% هلا هون الليفل اللي وصلته له خلص رح توقف عليه ما تتخيلوا انها رح تزيد اكثر واكثر هلا إذا أنا زي ما حكيت لكم ما رجعت السبلاي أو فشلت في إني أرجعه هون أكيد رح يصير فيها ديجنريشن تتحول لفايبرس تشو. هلا المشكلة هاي بشوفها عند الناس اللي زي قلت لكم اللي عندهم باراليزس نتيجه انه ستروك انه يعني ما في مجال إني ارجع فايبر خلص انه ماتت الاعصاب هاي اللي رايحه فيش ستيميوليشن هون انه العضل لما تعمل ديجنريشن هي اللي كانت مسؤوله تنسوش عن حركه السكيليتون فهون مرات شو بصير فيها صارت فايبرس تيشو فايبرس تيشو مش شيء مرن فبصير زي كونتراكشر بنسميه في الـ في الـ في الجوينت فبصير المفصل ثابت مثلا على انجل معين بصير لما تيجي ترفع المريض او تحركه صعب جدا عشان هيك هدول المرضى دائما بنقول لازم يضلهم على العلاج الطبيعي عشان نمنع هذا الحكي انه انا احنا دائما بشكل مانوال يعني نحرك الايد والرجل عشان ما تاخذ وضعيه معينه وتثبت عليها ماشي هلا بدي اقول لكم هي احيانا شو اللي بيصير انه النيورون نفسه صعب مرات اني ارجعه خصوصا اذا الدمج كان في السيل تبعته هلا شو بتعمل بتحاول الخلايا بعد الانجري بصير النيورون اللي صحيحات اللي سليمات شو بروحوا بيعملوا ببعثوا ايش نيرف اندينغز اندينجز نهايات عصبيه للخلايا المسل فايبر اللي ما بو اللي بطل يوصلها نيورونال سيجنال هلا هون شو بصير في الموتور يونت يلا قولوا لي تكبر بتصغر يلا يلا بما انك اللي الوحيده معي اليوم لما يعني يصير في نهايه نهايات عصبية بزيد المطرد اه يعني كيونت بصير بدل ما عش... عنده 10 فايبر ممكن يصيروا 15 ليه؟ لانه بعد النهايات تبعته اللي على الجنب هلا ككنترول يا لين كفاين موفمنت بيقدر المريض يعمل شيء بدها فاين كنترول؟ لا انه ليه؟ تحكم دقيق اه لا ما بيكون اه اه تحكم دقيق بقدرش يعمل يعني مثلا باجي بقول لك عنده مشكله في إيده. آه في نيورون مضروب هلا النيورون الاذر سيل حاولت تبعث تيرمينال وكل هذا الحكي ما ما في مشكله يعني مثلا بجوز تيجي تقول له ارفع ايدك حرك ايدك يعملها لكن مثلا عند اصابعه تيجي تقول له مثلا امسك الالم في اليمين واكتب هون ممكن ما يمكن يقدر يمكن يعملها يكون صعب اه ما يقدر يعملها أو. يعني أو مثلا بجوز تقول له امسك كاسه ممكن يمسكها لكن مثلا امسك الكاسه واشرب فيها وحركها واعملها ممكن ما يقدر يعمل هذا الحكي ليه لانه بتصير كبلك بتقدر تعمل كونتراكشن لكنه مش فاين كونتراكشن انه اليونت صارت عباره عن بنسميها ماكرو يونت صارت يونت كبيره لكن ساهمت شوي في الريكفري انها حسنت شوي الكونتراكشن وهذا بحصل يعني عند المرضى مرات اول ما يصير الضربه ما بحرك بالمره بعدين بصير يحرك لكن شيء خفيف لكن مش شيء زي ما قلت لكم يكون فاين ليه لانه بتكون عباره عن ماكرو uh, يونت وفي عندي ضل مرضين بدي احكي عنهم الاول رايجور مورتس طبعا حكيت لكم اياه كثير قبل فما راح ارجع له في مرض اسمه المايستينيا غريبز هذا مهم لانه الا يمر تسمعوا هذا الاسم عند بعض المرضى انه عباره عن اوتو اميون ديزيز يعني مرض مناعي جسمي بصير يشكل اجسام مضاده ضد الاسيتيل كولين ريسبتور يا اما بحطمه للاسيتيل كولين ريسبتور او على الاقل بمنع الاسيتيل كولين انه يجي يرتبط فيه هلا شو اللي بيصير عند هدول المرضى اكثر شيء بميزهم انه بيصير عندهم فتيق بعد ما يستخدموا شوي العضله وخصوصا عضلات العينين الاوكيولار مثلا تيجي بتقول للمريض تطلع لفوق اول شيء بتطلع عادي فيش عنده مشكله اذا بتطول وانت بتضلك تقول له تطلع لفوق بعد فتره بتلاقي عينيه بلشوا ينزلوا ومش قادر يضل يكمل هاي العمليه ليش هلا اول مره بتقول انت تطلع لفوق بتفرز معظم الأسد الكولين الموجود عندك في التيرمينال فبتنافسوا مع الانتيبادي هذا على الريسبتر بتلطب فيش اي مشكله وين المشكله لما انتم تضلكم تقولوا اعمل استيميليشن. شو بصير في كميه الاسيتيل كولين اول مره طلعت كثير كمان مره كمان بده كمان هلا صار سالم... انتم عم تستهلكوا في الاسيتيل الموجود عندكم فبيبلش يقل الاسيتيل في المقابل في عندكم انتيبادي كثير موجود في الكليفت بنافس الاسيتيل كولين فبصير الانتيبادي يسيطر اكثر كل ما عندكم اسيتيل كولين اكثر في الكليفت قدرته على انه ينافس الانتيبودي بتكون اعلى اللي بطلبوا تعرفوا انه اوتو اميون بيكون عندكم مستقبل في انتيبودي للمستقبل فبالتالي الاسيت الكولين ما بيقدر يرتبط بالشكل الصحيح وبالتالي الموتر عند بليت بوتنشل بيكون قليل ففي احتماليه انكم ما توصلوا للثريشولد وتعملوا اكشن بوتنشل انكم مش رح تفتحوا نتيجه ان الموتر اند بليت قليل مش رح تفتحوا كميات كافيه من الفولتج جيتد صوديوم شانل لانه اوتو اميون ديزيز معظم الاوتو اميون ديزيز لسبب لسه ما كثير بنعرف عنه ممكن يكون وضع هرمونات يعني هو السبب الاوتو اميون ديزيز كومون في الفيميل الفيميل بنصابوا فيه اكثر هلا بس اللي بدي اقول اياه انه بناء على الفسيولوجي ممكن استخدم طرق علاجيه يعني اذا انا بدي اخلي الاسيتيل كولين اكثر في الكليفت عشان يتنافس مع الانتي بحاول استخدم مثلا استيل كولين استريز انهيبيتر الاسيتيل كولين بيحطم بحطم كولين فانا لما استخدم الانهبيتر الهن... شو بروح بعمل بمنع تحطيم الاسيتيل كولين وبالتالي هيك انا بخلي الاسيتيل كولين اكثر وبالتالي بحاول اني ازيد المنافسه على الريسبتر من قبل الاسيتيل كولين كمان في عندي مرات بعمل اشي بسميه بلازما فوريسيس زي كاني بغسل دم المريض عشان اتخلص من الانتي اللي بيحاولوا يعني يربطوا بالاسيتيل كولين ريسبتر واخر مرض في إشي كمان اللي هو بسميه مسكولار ديستروفي هذا المسكولار ديستروفي عباره عن جينيتك ديس اوردر المرضى بيكون عندهم مرض جيني في مشكله في في الجين اللي بيعمل يعني جين ترانسكريبشن لفاء لبروتين معين بشكل الكارديك او السكليت المصل في الغالب بيكون الجهتين هلا هاي الامراض في الغالب ما بتبين من اول ما ينولد البيبي عاده بتبلش تبلش من عمر سنتين لست سنين وبعديها طبعا بتصير اكثر يعني كل ما كبر اكثر بصير نشعر انه هذا الولد مثلا بيقدرش يمارس نشاط الرياضه زي زي غيره بيلعبش شوي اللي هو تعبان بيقدرش يطلع الدرج الا مثلا يعني كيف بقولوا الا ببطء او بيستخدم ايديه واجريه مثلا او بيطلع كم درجه وبضعف يعني ببطل يقدر يكمل وفي الغالب للاسف هدول نتيجه انه قلت لكم برضه في الكارديك مثلاً بتكون ممكن يموتوا في اعمار صغيره حوالين العشرينات اشهرهم مرض اسمه دوشين ماسكولار ديستروفي اكس لينكد ريسيف موجود اكثر في في البويز اكثر من الفيميلز او الجيرز يعني لانه بالصغار عاده احنا بنشوفه هلا هذا الجين تبعه المشكله الجين اللي فيه الميوتيشن طبعا اكس لينكد هو لانه موجود على الاكس كروموسوم وريسيف عشان هيك بصيب الذكور اكثر لانه الذكور عنده اكس واي ك كروموسوم فبالتالي مجرد وجود كوبي واحد انه اكس عليه الجين هذا ميوتيشن خلص هو اكتسبه البنت لا لانها عندها 2 اكس وبالتالي واحد فيهم بتكون كارير لكنها غير مصابه لانه هو ريسيسيف هلا هذا الدستروفين اهم شيء اللي بدك تعرفه انه كبروتين جزء من السيتوسكليتون تبع الخليه تبع تبع المسل فايبر سيل هلا لما يكون موجود بساعدها تحافظ على الاستابيليتي للخليه تبعتها وخصوصا يعني للسيل ميمبرين هلا عدم وجوده زي في حاله الدوشين ماسكولار ديستروفي هو اما بيكون غير موجود او احيانا بيكون موجود لكن نتيجه الجين ميوتيشن بيكون نون فانكشنال فبالتالي خسرت الاستابيليتي فبتصير هاي الخليه بشكل سهل ترابشر وبالتالي بطل يقدر الطفل هذا يعمل الحركات اللي هي قائمة يعني على مصل كونتراكشن للأسف العلاج الوحيد له اللي هو الجين ثيرابي وغير متوفر يعني الآن غير متوفر هيك أنا بكون أنهيت السكريتال المصل في حدا عنده سؤال عن السكريتال المصل طيب بدنا نطلع بريك ماشي 5 to 7 minutes ماشي عشان أحاول في الساعة الثانية أخلص إيش السموث آه مصل عشان إن شاء الله يوم الـ احنا اليوم الاثنين يوم الاربعاء نبلش الريسبيرتوري عشان احاول الحقكم بالشعب الثانية، أنتم طبعاً اليوم اللي هنا بيكونوا على 10 و12 أنه أكثر من أربعة راحت علينا تكون تسكير عشان هيك وما ناخذش محاضرة فعشان هيك تأخرنا شوي عن الباقيين. فنطلع بريك ونرجع السلام عليكم نكمل عن السموث مصل رجعتوا الجميع اه دكتورة هلا بالنسبة للسموت مصل شو لازم نعرف لما ندرس سموث مصل دائما لازم نقارن فيها شو الفرق بينها وما بين السكليتال والكاردياك وكمان نعرف الاشياء اللي هي ممكن تشبه فيها السكليتال او تشبه فيها الكاردياك هلا السموث مصل اسمها سموث مصل ليش لانه ما عندها ستريشن لانه ما عندها ساركومير لكن عندها اكتين ومايوسين لكن الاريج تبعتهم مش على شكل ساركومير عشان هيك تحت الميكروسكوب ما بشوف الاستريشن موجود في السكليتال والكاردياك هلا كشكل سبايندل ان شيب زي ما انتم شايفينها صغيره كدايمتر مقارنه في السكليت المصل وعندها كمان ون سينجل نيوكليس وعندها قابليه انها تضلها تتقسم طول الحياه فعشان هيك عادي لو يروحوا بترد تعمل نيو سموث مصل ما عندها زي ما قلنا ساركومير وما عندها كمان تروبونين وما عندها تي تيوبيولز. ماشي هلا بدل ما يكون عندها زد لاين لانه احنا قلنا ما عندها زد لاين عندها شيء بدل الزد لاين لانه ما عندهاش ساركومير يعني شيء اسمهم الدنس بودز شايفينهم هذول الدنس بودز هذول الدنس بودز هن المكان اللي بتصل فيهم الاكتين عشان هيك طلعوا اخذنا وحده وكبرناهم هي وحده الدنس بودي وهون كمان دنس بودي هي الاكتين بيجي بيعمل انكورنج في الدنس بودي من هاي الجهه ومن الجهه الثانيه كمان وهون هي كمان وحده وهون في الوسط بين الاكتين هاي والانكتين هاي بيكون المايوسين فيلمنتس طبعا ككونتراكشن بتعمل كونتراكشن في السلايدنج ميكانيزم اللي تعلمناه العادي لكن عندها فرق من وين بيجي الكالسيوم كيف بايش بيرتبط لانه ما عندهاش تربونين مثلا فوين بده يجي يرتبط الكالسيوم هلا بدنا نشوف كيف بده يرتبط او وين بده يرتبط الكالسيوم عشان تقدر تعمل هي الكونتراكشن السموث مصل بشكل عام هي بتكون مغطيه او عامله لايننج للانترنال اورجان هلا انتبهوا كاردياك في الهارت معروف سكليتال آه, عند السكليتون عشانك بتحرك عشان تقدر تحركوا اجريكم وايديكم وعبر مثلا الهيد النيك هاي المناطق لانه في سكريتال مسل هلا السموث مسل بتكون مبطن مبطنة الانترنال الجول بلادر الانتستين السمول لارج انتستين البلادر اليوريترز كل هاي الاشياء كانتر في الفيزلز زي ما عرفنا في السموث موجوده في جدار الفيزل فهي موجوده ك يعني كمبطنه للانترنال اورجان هلا الاشي كمان اللي رح نشوفه لقدام انها بتختلف عن السكليتال انه طبيعه الاشاره اللي بتخليها تعمل كونتراكشن في فاريشن فيها يعني مثلا سكليتال معروف بس يجيها سوماتيك موتور نيورون اللي هو فولنتري كنترول قلنا هو عباره عن لارج نيورونز تفرز اسيتيل كولين وطبيعه المستقبل نيكوتينيكو اكسايتوتوري هاي لا ممكن يجيها نيورونال لكن مش سوماتيك موتور لان هي انفولنتري هي غير أه ما بتحكم فيها بشكل ارادي فبدها الاوتونوميك نيرف سيستم اللي يحك... يتحكم فيها لكن في اذر فاكتورز uh, ممكن تخليها تعمل كونتراكشن او ريلاكسيشن زي الهرمون اللوكال فاكتور ستريتش ماشي يكون في بعض الخلايا فيها عندها بيس ميكر سيلز هذا كمان شيء مختلف الشيء الثاني السموث السكريتال مسل الاشاره دائما عندها وجود اشاره يعني اكسايتيشن فيش إشي تاني عندها بدك تعمل ريلاكسيشن بتقول لها شيل الستيمولانت شيل الاسيت الكولين في السموث مصل لا في بعض الاشارات اكسايتوتوري في بعض الاشارات هي انهبيتوري او ريلاكسيشن بتعمل بتخلي العضله تعمل ايش ريلاكسيشن هلا كانواع لازم تعرفوا انه بقدر اقسم السموث مصل لنوعين رئيسيين سنجل يونت سموث مصل وملتي يونت سموث مصل سنجل يونت شوفوا شو بسميها سنجل يونت او يونيتري يعني سموث مصل او بسميها فيزرال إسمه مصل وبش تشتغل كسنسيشيم ليش سموها هيك سنجل يونت يعني معناها بتشتغل كوحده واحده وبتكون كانها الخلايا مرتبه على شكل شيت او بندل طلعوا زي هون هي وحده تنتين هدول مرتبات هيك هيك عملت هاي الطبقه من الخلايا هلا ليش سموها فيزرال لانه معظم الانترنال organs اللي ببطنها بتكون عباره عن سنجل يونت سموث مصل زي جدار الجول بلدر جدار البلادر عبارة عن إيش سينجل يونت اسمه مصل ليش سينجل يونت بدي منها معناها سينكرونايز اكتيفيتي يشتغلوا هذه الخلايا مع بعضها البعض لما تعمل كونتراكشن وبالتالي الفورس اللي راح يطلع من الكونتراكشن يكون عالي زي مثلا في البلادر عشان تطلع تعمل تطلع اليورين تعمل فاكويشن لليورين في الجول بلدر تطلع البايل العصاره الصفراء توديها على الانتستين اثنين بما انها سينجل يونت فهي معناها هاي الحاله بتشبه شويه الهارت فما بين الخلايا طلعوا بين كل خليه والثانيه في جاب جنكشن فانا مش مضطره في الاستيميوليشن اعمل الاشاره توصل لكل خليه بحد ذاتها هلا انا بقدر اوصل لمجموعه من الخلايا الاشاره وبعدين عن طريق الجنكشن ما بين الخلايا بتنتقل ال بشكل الكتريكال الديبولاريزيشن من خليه لل للاخرى عشان هيك طبيعه الجنكشن بينها وما بين ال نيورون بسميه ديفيوز جانكشن شو يعني ديفيوز طلع كيف التيرمينال تبع الاوتوميك نيرفس سيستم بينتهي على السطح تبعها بنزل بيطلع نيورو ترانسميتر لما يصير لهم ريليز طبعا مش كونتاكت مش زي نيورو مسكولر بعاد شوي عشان هيك بينتقلوا شوي بالديفيوجن بوصلوا للمستقبلات الخاصه فيهم بيرتبطوا فيهم بلشوا الاشاره يعني مثلا هون وين بلشوا بهاي المجموعه هون هلا اللي وراها هاي مش بالضروري يوصلها نيورو لكن توصلها الاشاره من هاي عن طريق ايش اللي هو الجاب جنكشن الموجودة ما بين إيش الخلايا إذا قلنا سينجل يونت إيش آآ آآ أو يونيتر سموث مصل في بينها جاب جنكشن تشتغل كوحدة واحدة بتعطيني فورس عالي من الكونتراكشن ما بدي الإشارة توصل لجميع الخلايا بشكل مباشر عادي تنتقل من خلية لخلية عن طريق الجاب جنكشن النوع الثاني بسميها الملتي يونت سموث مصل الملتي يونت سموث مصل اكثر بتشبه السكيليتال مصل انه كل خليه منفصله عن خليه جارتها ما في بيناتهم جاب جونكشن زي ما انتم شايفين وعشان تعملوا لها لازم توصلها اشاره وطبيعه الاستيميوليشن عندها في الغالب هو نيورونال يعني اكثر ما يكون هرمونال او ستريتش او لوكال فاكتور هلا عشان هيك في عندها جونكشن بينها وبين التيرمينال في بسميه contact junction بيشبه شوي الneuromuscular junction لكنه مش كتير ولد ديفلوبد زيها زي السكريتال شو بصير؟ النيوروترانسميتر بصير له ريليز بطلع بعدين بروح برتبط في المستقبل الخاص فيه على سطح الخليه وبخليها بعملها طبعا كونتراكشن او ريلاكسيشن رح نشوف حسب شو اللي موجود عندي طبعا هذول موجودين في جزء اصغر خلينا نحكي كعدد من الاماكن موجودين في السيلاري والايرز ماسلز الموجودين في العين هذول السيلري بتتحكم في تحدب وتقعر العدسه الموجوده في العين اللي هي اللينس يعني والايريس ماسلز اللي هنا بتتحكم في قديش البيبل بيعمل دايليشن او فتح يعني وتسكير اللي هي حدقه العين اللي هي البيوبل سايز هلا كمان في عندكم مصل برضه هي عباره عن ملتيونات يونت اللي هي بتكون جنب الشعره اللي بتعمل على انها توقف الشعره بسميها البايلو اريكتر مسلز ماشي فهدول هن انواع من المالتي يونت فالمالتي اذا كل واحده بتشتغل لحالها لازم توصلها اشاره تشبه اكثر السكليتا مسل اكثر منها من الكارديك مسل اما اليونيتري او السنجل يونت بتشبه اكثر من اللي هي تشبه اكثر اليونيتري بتشبه الهارت طبعا في فرق بين السموث مصل كبعض يعني في الاورجان قديش كيف ال... يعني الاورينتيشن للفايبر تبعيتها يعني لما تاخذ مثلا جي اي بنيجي بنحكي مثلا والله في الاستومك في مجموعه منهم عامله بشكل اوبليك مرتبه حالها في منهم سيركولار في ممكن لونجتيودينال كمان هل هي بتتجمع على شكل باندلز ولا على شكل شيث شو طبيعه الاستوميليشن اللي جايها بحفزها بثبطها هذا كله في اختلاف ما بيناتها لكن في اشياء رئيسيه بتختلف فيها فيها هي ككل عنها عند سكريت المصل اللي هي في الاورجنايزيشن في الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج كيف تعمل كونتراكشن عن طريق الكالسيوم ديوريشن الكونتراكشن والاماونت اوف انرجي اللي هي بتحتاجه بعد ما تخلصوا دراسه السموث مصل ترجعوا لهي الصوره او لهذا السلايد وتشوفوا انه هدول كلهم الموجودين في بولد انتوا صرتوا ع... عارفين تميزوهم بين السموث بوسكليتال ولا لا ماشي هلا في مسلمه لكن انها هي زيها زي السكليتال بدها طاقه وبدها كالسيوم عشان تقدر تعمل كونتراكشن لكن كيف الميكانيزم الاكزاكت ميكانيزم فيها شويه اختلاف عن بعضهم البعض الاورجنايزيشن انا حكيته ما عندها ساركومير ما عندها تروبونين ما عندها تيتيوبيولز وهيك بتختلف عن الساركوبلازميك كمان نوت ويل وبالتالي هيك هي بتختلف فيها عن السكريت المصل هدول كلهم مش موجودين عندها لكن بتشبهها انه عندها اكتين وميوسين لكن ما عندها ساركومير وبدل الساركومير عندها مين عندها اللي هو الدنس بودي اللي هو بيختلف عن يعني كانه مكان الزد لاين هلا هذا الدنس بودي بس بدي اقول لكم شيء مرات الدنس بودي هون كانت الصوره الدنس بدي من هاي مثلا الخلية يعني في بروتين بيعمل برج بينه وبين الدنس بدي الخلية اللي جنبه وهذا الحكي بيزيد الفورس اوف كونتراكشن لما تيجي الخلية تعمل كونتراكشن انه بتقل يعني بتصير تو فورسز بدل ما تكون واحدة بين بعضهم التنتين هلا الاشي الثاني اعتمادها على الكالسيوم هلا اول اشي بالفرق انها هي الكالسيوم اللي بتعتمد عليه بيجي من برا الخليه وليس من جوا الخليه لانه ما عندها ساركوبلازمك ريتيكولم فهاي هون اشطبوها حتى ما تخربشوا فيها اعتمادها المين على الاكسترا كالسيوم تنين هي ما عندها تروبونين عشان هيك بدل التروبونين تيجي بترتبط بشيء تاني موجود عندها اسمه الكالموديولين هذا البروتين لما ترتبط يرتبط في الكالسيوم بشكل كالسيوم كالموديولين كومبلكس شو بيعمل هذا الكومبلكس في انزيم جوا المصل بروح بيعمل له اكتيفيشن شو هو هذا الانزيم اسمه المايسين لايت شين كايناز انزيم هذا من اسمه كاينيز معناها بيعمل فوسفوريشن لمين بده يعمل فوسفوريشن للمايوسين لايت تشين اللي هن مين جزء من المايوسين هيد اللايت الموجوده في المايوسين هيد بيروح بيعمل لوحده فيهم فوسفوريشن لما يصيروا فوسفوريتد اللايت تشين وحده منهم بصير المايوسين اكتف فالاي تي بي اس تبعته بتبلش تشتغل بحطم الاي تي بي وبرتبط في الكورس بريدجز وبيعمل التلتنج وبيعمل الكونتراكشن عشان هيك وجود الكالسيوم مهم جدا عشان يرتبط مع الكالمودولين وبعدين يحفزوا هذا الانزيم طب هلا انا خلص بدي اعمل ريلاكسيشن شو لازم اعمل الكالسيوم اللي فات عندي برد اطلعه برا الخليه هو واحد تنين عشان تعمل ريلاكسيشن لازم طبعا بتا... طلع الكالسيوم فيش كالسيوم كالمودولين هذا بطل يشتغل خلص بطل فعال طب واللي كانوا فوسفوريتد هذول اللي عمالهم بيشتغلوا في انزيم اللي هو الفوسفاتيز انزيم بروح بيعملهم دي فوسفولريشن فاذا صارت ان فوسفولريتد بتقدر ترتبط فيش مايوسين هيد اكتيفيتي للاي تي بي ايز فيش باينغ معناها فيش كونتراكشن فبتروح بتعمل ريلاكسيشن واضح كلامي زن كالسيوم من برا مينلي برتبط مع كالمودولين لانه ما عندها تروبونين بحفزوا هذا الانزيم بيعمل فوسفوريشن بتكمل تعمل كونتراكشن بدكم تعملوا ريلاكسيشن بتروحوا بتعملوا ايش آه العكس تنين هذا الكالسيوم اللي موجود عندكم طبعا نفس الصوره اللي انا حكيتها الكالسيوم اذا اجى من برا الخليه ما تنسوا وهي الغوها انه ما في شيء عندي انا من جوا الخليه كالسيوم كالموديولين اكتف من ان اكتف صار لاكتف مايسين لا تشين انزيم وكمل العمليه هلا الإشي الثاني لازم تعرفوه انه آه آه الكالسيوم اللي موجود عندي اللي دخل من برا الخليه بيعمل شغلتين رئيسيات الاولى بيعمل ديبولارايزيشن يعني هو تعتمد عليه في الديبولارايزيشن اكثر ما انها تعتمد على الصوديوم يعني هي بتدخل كالسيوم اكثر عشان آه تعمل الديبولارايزيشن اثنين هذا الكالسيوم اللي دخل عمل لها ديبولارايزيشن كمان انها تعمل الكونتراكشن لكن السموث مصل هاي لما بتدخل الكالسيوم عبين ما تدخل الكالسيوم وتطلعه بتحتاج لفتره طويله. عشان هيك الكالسيوم جوا الخليه بضل فتره اطول. عشان هيك شو بتعمل هون؟ بتعمل فورس اوف كونتراكشن اعلى. الإشي الثاني المايوسين هيدز الموجوده عندكم قدرتها كاي تي اضعف شوي من قدره السكليتر فبتطول شوي حتى تقدر تعمل الكونتراكشن لكن اذا بلشته بتقعد فتره طويله. تنين في طبيعة السيجنال اللي, اللي بتقدر تخلي الكالسيوم يزيد جوا الخلية يعني لما أجي أقول لكم شو السيجنال اللي بتخلي الكالسيوم يزيد جوا سكليت المصل عبارة عن إيش لينا مالها لينا اليوم غير لين لينا نيورونال تكون السيجنال آه نيورونال مين يا لينا في السكليت المصل في السكليت مين النيورونال شو اسمه سوماتيك موتور نيورون سوماتيك موتور نيورون عن طريق أسيت الكولين بس هلا هون اللي بيرفع الكالسيوم لا ممكن يكون اوتونوميك نيرف سيستم طبعا مش سوماتيك موتور نيورون مش الفولنتري ممكن يكون نيورونال يعني ممكن يكون هرمونال ممكن يكون بيس ميكر سيلز ممكن يكون عباره عن لوكال فاكتور ممكن يكون ستريتش فعندها فاريشن مين اللي بخلي الكالسيوم يزيد جوا الخليه اي واحد من هدول يصير يروح يزيد الكالسيوم جوا الخليه بيخليها تقدر تعمل ايش؟ تقدر تعمل كونتراكشن هذا واحد الإشي الثاني لو اجيت سالتكم بناء على اللي انا حكيته ان هي بتطول لا تدخل بتطول لا تطلع الكالسيوم وقدرتها على الاي تي بي اكتيفيتي اقل شوي من السكيليتال لو جيت اعطيت نفس الديجري اوف ستيميوليشن في زمن محدد للسكيليتال وسموث مسل مين بتعمل عدد من الكونتراكشن اكثر في هذا الزمن السكيليتال ولا السموث السكيليتال السكيليتال ليش يا لينا لانها بتحتاج وقت أطول اه هي بتعمل السايكلينج تبع الكروس بريدجز هدول بوقت اسرع فهي بترتبط وبتفك اسرع وبالتالي بتعمل عدد من الكونتراكشن ايش اكثر وبتفوت وبتطلع نوعا ما اكثر سرعه من الكالسيوم يعني اكثر سرعه من السموث ماشي طيب يا لينا كاستهلاك للطاقه مين بيستهلك طاقه اكثر في هذا الزمن اسكليتر اسكليتر لانها بتعمل عدد اكثر لكن مع ذلك السموث مصر صحيح بطيئة لا تبلش ولا تعطي لكن تعطي فورس فول كونتراكشن لانها مالها بتضلها عندها الكالسيوم جوا الخليه فتره اطول وهذا الحكي احنا متفقين عليه كل ما خليت الكالسيوم اكثر جوا الخليه بزيد الفورس اوف كونتراكشن علشان هيك السموث مصل مهم جدا نعرف انها هي effective فعاله يعني بتعطيني فورس لكنها بنفس الوقت ايكونوميك اقتصاديه ليه بتستهلكش طاقه كثير طبعا هاي كاستراكشر كثير مهم هذا الحكي السموه مصل مش زي السكريتال يعني ممكن استخدمت العضلة آه ده أركض بستخدمها كثير ما ركضتش بستخدمها بس السموه مصل طول الوقت شغالة يعني أجي للسموه مصل في جدار الجي آي سيستم أكلته ولا ما أكلته طول الوقت في بيرستالسيز في حركة الأمعاء موجودة وبالتالي هون لازم تكون ايكونوميك لانها لو ما كانت ايكونوميك كان انا ما بقدر اكفيها إيه قديش بدها كميات من الاكسجين من الـ من الاي بي حتى تقدر تقوم بالوظيفه تبعيتها اذا قلنا الاكتيفيشن ماشي قلنا شو طبيعه الكالسيوم اللي بدها اياه وعشان تعملوا ريلاكسيشن بتجيبوا الفوسفاتيز انزيم فصارت بتكون بدل ما كانت فوسفوريتد بتصير دي المايسين لايت شين كا... آ... اللي موجوده في الهيد يعني وبالتالي بتعمل ايش ريلاكسيشن عشان هيك فرق انتبهوا عليهم في السموث مسل بزيد الكالسيوم برتبط في الكال موديولين الكومبلكس بيربط مع المايسين لايت كاينيز انزيم بحفزه بصير فوسفوريشن للهيد الفوسفولاتيد كروس بريدجز بترتبط في الاكتين وبتعمل ايش؟ التلتينج. اذا انا بحكي عن سكريت المصل لما يزيد الكالسيوم برتبط في التروبونين، الكونفرميشن تشينجز اللي بتحصل عندكم بتظهر البايننج سايت على الاكتين، وبعد تالي المايسن هيد او الكروس بريدجز بترتبط فيهم وهي هيك بتعمل التلتينج. انتبهوا على الفروق اللي موجوده ما بيناتهم. الإشي الثاني كمان قلنا هاي السايكلينج والافكتيف انها تكون موجوده. في انها كثير افكتيف هلا الاشي المهم الثاني انه طبيعه الاشاره قلنا انتبهوا على الاشارات اللي هي ممكن تحفزها واحد ممكن يكون سبونتانيوس الكتريكال اكتيفيتي شو يعني سبونتانيوس الكتريكال اكتيفيتي شو يكون عندها يعني ايه اه عندها بيس ميكر يعني بتشبه مين هون بتكون بتشبه الهارت نعم كانها عندها اس اي نوت زي اللي موجوده في الهارت اثنين النيورو من الاوتونوميك نيرف سيستم بتشبه السكليتا لانه جايها نيورونال لكن مش من السوماتيك موتور نيورون جايها من ايش من الاوتونوميك نيرف سيستم كمان ممكن يكونوا هرمونات اللي راح ياثروا عليها وممكن يكونوا عباره عن لوكال فاكتور زي تغير في اللوكال انفايرومنت اتذكروا لما كنا نقول في اللوكال كنترول لما التشو يكون ميتابوليكلي اكتف بصير يشكل سي او 2 كثير والسي او 2 فازو دايليتر لما التشو مش كثير اكتف في كميات O2 O2 او 2 كثيره والاو 2 فازو كونستريكتر فاللوكال فاكتور ممكن ياثروا على سموث مصل خلوها تعمل كونتراكشن او ريلاكسيشن الشيء الثاني اللي هن الاسترتش كميكانيكال الاسترتش بحد ذاته شو بيعمل بخلي العضله تبلش تعمل كونتراكشن تذكروا كمان لما حكينا في الاوتو ريجوليشن مبدا المايوجينيك ثيوري قلنا لما تعملوا ستريتش على جدار البزل السموت ماسل اللي موجوده فيها بتعمل كونستريكشن تضيق ليه لانها بتعمل سموت ماسل كونتراكشن ليه لانه الستريتش بيزيد بشكل ميكانيكال كميه الكالسيوم اللي تدخل على جوا السموث ماسل فبيخليها تعمل ايش كونتراكشن هلا عشان هيك اذا طلعوا في فارييشن شو الاشياء اللي ممكن انها تحفزها اول شيء بدي احكي عنه اللي هو انه يكون الـ يكون الاستيمولاس هو نيورونال من الاوتوميك نيرفس سيستم. شغلتين بدنا نحكيهم، الأولى انه معناها في جونكشن ماشي؟ انه ما في نيورون في جونكشن بين النيورون وما بين الوول تبع السموث ماصل. أول إشي مسلم انه الجونكشن تبعتهم حتى ولو نوجد ليس كستراكشر يعني محدد ومعروف ملامحه وكل شيء وديفلوبد زيه زي السكليتر، هذا واحد، اثنين كجنكشن وجدوا انه في نوعين من الجنكشنز موجودين اشي بسميه ديفيوز جنكشن واشي بسميه كونتاكت جنكشن والديفيوز اكثر كومن شو هو الديفيوز الديفيوز زي اللي حكيته لما حكينا درسنا اليونيتري سموث مسل طلعوا كيف هي نهايه عصبيه للاوتوميك نيرف سيستم بغض النظر سمباثيتك او باراسمباثيتك الها من هدول الموجودين وعندكم الفاريكوسيتيز اللي موجودين عندكم هون شو اللي صار وصلت الاشاره هذا طبعا مش كثير كراب بيكونوا على التيرمينال عشان هيك سميناها ديفيوز قصدي على على المسل وول هلا شو اللي بيصير لما توصل الاشاره للتيرمينال بتطلع النيورو ترانزميتر اللي موجود عندكم فبتعمل ديفيوجن على سطح الشيت هاي او البندل شو بتروح تعمل ترتبط فيه المستقبل الخاص فيها وبتبلش يا تعمل له اكشن بوتنشال او تمنع اكشن بوتنشال حسب هي ولا انهيبيتري هلا اذا استيمولاتري مش بالضروره اروح كل خليه بحد ذاتها ام كل هالاشاره بشكل مباشر من هذا نيورو ترانزميتر ممكن تجيها الاشاره عن طريق الجاب جنكشن طبعا هذا اللي هو الدفيوز جنكشن اكثر كومون موجود في معظم اللي هي الفيزرال سموث مصل هلا الشيء اللي لازم تعرفوه انه بما انها هي بتوصل هون وبتعمل النيورو ترانزميتر ريليز قلت لكم مش كثير قريب يعني بكون عشان هيك بسميه ديفيوز يعني في مسافه شوي ما بين التيرمينال والسكريتال المصل وول شو بقدر اقول انه هذا اللي بيفرز من نيورو ترانزميتر اللي بيطلع من الفيزيكال هاي ممكن يشتغل على المكان القريب وممكن يشتغل شوي ابعد شوي عن هاي الخليه ليه لانه ممكن ياثر عن اكثر من فايبر حسب وين وصل تنين هذا المصل فايبر اللي موجود هون ممكن يكون حوالي نهايات عصبيه من سمبثتك ونهايات عصبيه من برا سمبثتك طب مين شو بيقولنا مين بده يتحكم فيه اكثر سنبتتك ولا البرا سمبثتك يعني اجيت قلت لكم هاي سموث مصل واصلها سمبثتك تيرمينال وبرا سمبثتك مين اللي بده يخليه يسيطر اكثر سمبثتك ولا برا سمبثتك يلا جاوبوني يلا يا رائد توقع السمباثيك دائما يا رائد لا ليه انا بدي اختلف معك ليش بده يكون السمباثيك دائما طب بركي الباراسمباثيك جاي ستيميليشن اعلى اه صحيح يمكن حسب الحاله مرات سمباثيك مرات نعم ايوه حسب الحاله إذا أنت عندك هاي ستيميوليشن أكثر من السمبثيتك ففي أكثر نيورو راح رح يصير لها راح رح ترتبط أكثر وهي تسيطر في الـ في الإفكت يعني والعكس صحيح إذا كان هو السمبثيتك طيب السؤال اللي ورا هل السمبثيتك دائما كونتراكشن uh أو ستيميلاتري والباراسمبثيتك انهبيشن أو العكس برضه لأ برضه لأ ليش؟ لأنه حسب في أماكن السمبثيتك بيعملها إيش يا رائد؟ بعض مرات السمباتيك بيعمل يعني في إيه؟ يعني فعل إيه؟ شبيه شبيه للسمباتيك بس في اماكن معين نعم هلا السمباتيك شوفوا شو بيعمل السمباتيك حسب السيجنال اللي بيحفزها النيورو ترانزميتر اللي افرزه والبارا سمباتيك نفس الشيء والله اذا الاشاره ستيميليتري بيعمل كونتراكشن اذا انهيبيشن بيعمل انهيبيشن هلا اللي عشان هيك بقول لكم ما بتقدروا دائما تقولوا السمباثيتيك هو ستيميليتري ولا انهبيشن ممكن يكون ستيميليشن ممكن يكون انهبيشن حسب السيل سيجنالينج اللي بيعمله جوا الخليه لكن اللي بنقدر نقوله اذا في عندكم آه سموث مصل واصلها سيجنال من السمباثيتيك والباراسمباثيتيك عمل والبرس والباراسمباثيتيك بيكونوا متعاكسين يعني اذا قلت لك هذا سموث اكس وصلته سمباثيتيك عملها كونتراكشن شو بتتوقعوا الباراسمباثيتيك اللي واصلها شو يعملها السمباثيك كونتراكشن السموث ما... الباراسمباثيك يا او يا رائد بلوكسيش. ايش ريلاكسيشن ليه لانه بعاكسهم بالغالب بعاكسهم عشان ما تنسوش بدي احكي لكم مثال تذكروا اول شيء اللي كنا نحكي في البرونكيال تري مثلا قلنا الواحد لما السمباثيك هو فايت اور فلايت فالواحد بده يهرب فلازم يتنفس وياخذ كثير اوتو علشان شو يعمل يقدر يعمل اي تي بي ويستخدمها كمصدر للطاقه للكونتراكشن لل... لل... وكل هذا الحكي هلا ال... السموث مسل في جدار البرونكيال تري السمباتيك ستيميليشن بيعملها برونكو دايليشن فبتتوسع بالمقابل الباراسمباثيك شو بيعملها بيعملها ايش كونستريكشن لكن مثلا على الهارت السمباتيك لما راح على الهارت تذكروا مره عمل كونتراكشن ومره عمل الباراسمباثيك بيعمل العكس بيخليها بضعفها هلا كمان بدنا ل لمثلا البلادر البلادر فيها على الجدار فيها في جدران وفي سفنكتر في سموث مصل هلا لو قلت لكم فايت اور فلايت او sympathetic في مجال لليورينيشن ولا ممنوع اليورينيشن في الفايت اور فلايت ممنوع اليورينيشن ما ما, ما بدنا نعمل يورينيشن بالمقابل الباراسمباثيك اللي هو ريست اند دايجست بده يصير يورينيشن في مجال لليورينيشن لو جيت قلت لكم اذا احنا بدنا نعمل نمنع اليورينيشن جدار البلادر ديورينج سمباثيك ستيميليشن لازم يرخي ولا لازم يشد بدي امنع اليورينيشن من البلادر يشد يشد بالعكس اذا شديت السموث مصل بتعمل كونتراكشن بتدفع اليورين لازم بالعكس يرخي الجدار لكن في صمامات الصمامات عليها سموث مصل لازم تشد عشان تمنع اليورين انه يطلع برا البلادر عشان هيك السموث مصل في الـ في البلادر السيمبثيتك بيرخي الجدار لكن بيعمل كونتراكشن في الاسفنكتر هلا الباراسيمبثيتك شو بروح بيعمل العكس الباراسيمبثيتك بساعد على اليورينيشن فشو بروح بيعمل في الجدار بقوي الجدار بخليه يعمل كونتراكشن عشان ازيد الفورس وبالتالي اخلته برسمته شو بيعمل يا ناصر الاسفنكتر؟ برخيها برخي الاسفنكتر نعم ليه عشان يسمح في اليورينيشن هون طلعوا كيف صار الفرق طب طب كيف شو اللي بيقول السمباثيتك انه هيك او هيك لانه حسب المستقبل والسيل سيجنالينج اللي بيعملها هلا مين بيعمل كونتراكشن تذكروا في السمباثاتيك الالفا الالفا كونتراكشن هو ما تشوفوا الفا كونتراكشن لكن البيتا 2 ريلاكسيشن بتعمل العكس فاذا وجد بيتا 2 حتى لو الجاي نيورو نور ابنفرين روح بيعمل إيش؟ آه، ريلاكسيشن العضلة، لكن إذا كانت ألفا بتعمل إيش؟ آه، آه، كونتراكشن. فإذا قلنا في عندكم كونتاكت وفي عندكم آه، آه، ديفيوز جانكشن، ماشي؟ الديفيوز قلنا بيكون على السطح زي ما انتم شايفين وتوصل لأكثر من مكان، هلأ في الكونتاكت؟ لا، طلعوا الكونتاكت أكثر في المالتي يونيت، الكونتاكت التيرمينال بيكون قريب أكثر على المسل سيل فايبر، وبيعمل بينه وبينها كونتاكت جنكشن بيشبه شوي نيورو لكن مش بنفس صورته يعني لكن اهم شيء تعرفه في الكونتاكت لازم كل خليه بدها يصير لها سيميليشن توصلها الاشاره من التيرمينال نفسه ما بيوصلها من جاراتها لانه في شيء جاب جنكشن ومش ديفيوز الجنكشن انه يعمل ريليز وتطلع النيورو وتعمل ديفيوجن لا لازم يكون واصلها التيرمينال هيو زي هاي يوصلها ويعطيها النيورو من عنده وتعملها ستيموليشن هون اكثر الكونتاكت جنكشن موجود في مين في المالتي يونت سموث مسل وزي ما قلت لكم في كليفت بسيط لكنه اصغر من هاد يعني هون هون ديفيوز زي كيف اقول لكم زي كانها نهايات بس وصلت هيك بشكل سطحي على الخلايا وافرزت النيورو وخلته يعمل ديفيوجن هون لا في كونتاكت بقدر اقول انه في كونتاكت ما بين التيرمينال وال والمصل فايبر اللي موجوده عندكم قلت لكم مين هاي حكيتها كيف انه ما تقولوش دائما انه ستيميوليتري ولا انهبيتري ممكن يكون ستيميوليتري ممكن يكون انهبيتري حسب المكان وطبيعه النيورو ترانزميتر السي... سوري ال... يعني ال... المستقبل تبعه اثنين ممكن يكون الفاكتور بتتحكم في السموث ككونتراكشن كونتراكشن هنا لوكال فاكتور زي مين آه زي ما قلنا الاوتو والسي او2 الاوزمولاريتي البي اتش اللي موجوده عندكم هاي بشكل عام قلنا فاكتور كمان بتخلي سموث مصل اما تعمل كونتراكشن او ريلاكسيشن في غالبيتها بتخلي السموث مسل انها تعمل كونتراكشن وكمان ممكن يكونوا هرمونات ماشي هرمونات كثير عندي هرمونات هرمونات بتاثر على سموث مصل لازم تعرفوا عشان الهرمون ياثر على سموث مصل لازم يكون له مستقبل عليها يعني جيت قلت لكم نور ابن فرن وابن فرن بتقول لي بيشتغل على سموث مصر الموجود مثلا في جدار الفيزل باجي بقول لك اوكسيتوسين بتقول لي بروح على اليوتراس ليه؟ لانه الريسبتر الخاص فيه موجود في السموث مصر اللي على اليوتراس او في منطقه البريست على المايو سيلز هلا هدول يا فازو دايليتر يا فازو كونستريكتر حسب السيل سيجنالينج اللي بيعملوها لما يرتبطوا في المستقبل يعني مثلا ابن فرين انجوتنسن بازو بريسن هذول فازو كونستريكتر اوكسيتوسن برضو بيعمل خلي السموث مصل اللي في جدار اليوترس تعمل كونتراكشن عشان هيك بنحتاجه في الدليفري هيستامين مثلا هيستامين لا فازو دايليتر بخلي السموث مصل شو تروح تعمل ريلاكسيشن هلا زي ما قلت لكم شو اللي بحكم حسب الاشاره اللي هو بيعملها جوا الخليه يا بخليها ديبولاريزيشن وتزيد الكالسيوم بالتالي تعمل كونتراكشن او انه بيمنع وجود الكالسيوم بالتالي بخليها تعمل ريلاكسيشن كمان ممكن تعمل كونتراكشن نتيجه ايش اللي هو الاسترتش بشكل عام السموث مصل ال ال اذا بتعمل استرتش عليها بتخلوها بشكل ميكانيكال تدخل كميات من الكالسيوم جوا الخليه وبالتالي بتخلوها تعمل كونتراكشن عشان ما تنسوهاش تذكروا المايوجينيك ثيوري اللي حكيناها في الاوتو واخر وحده بدي احكيها اللي هي موضوع أه, وجود البيس ميكر سيلز هلا بعض السموث مصل مش كلهم يعني في بعض منهم بيقدروا من حالهم يعني يكونوا اوتونوم من حالهم يبلشوا يعملوا اكشن بوتنشال هدول اللي هو بيكون عندهم بيس ميكر سيلز طبعا هدول يعني أه بيشبهوا كثير الـ يعني البيس ميكر الموجوده في الهارت هلا هاي عندها زي رذم زي ايقاع بتضلها تدخل شحنات موجبه تعمل ديبولاريزيشن توصل اكشن بوتنشال وتكمل وكل هذا الحكي حتى تضلها تنقل اشاره بدون ما يجيها اكسترنال ستيميوليشن اشهرهم الخلايا هاي موجود في جدار الجي اي سيستم ماشي في سيلز اسمهم سيلز اوف كاجل يعتقد انهم هن البيس ميكر سيلز الموجودين في جدار الجي اي وهن اللي ببلشوا دائما يعني زي مسؤولين عن البريستالسز انه ببلشوا الاشاره وتضلها تنتقل الاشاره هاي على طول الخلايا الموجوده في جدار الجي اي سيستم وتنتقل من خليه لخليه وبالتالي بتعطيكم بصير كونتراكشن وبالتالي بتصير عمليه ايش الفيرستاسز هلا الديبولارايزيشن اللي بيعملوه اول ما يعملوه زيه زي البيس ميكر في شو اسمه بيس ميكر بوتنشال او بسميه سلو ويف بوتنشال هلا بدي افرجيكم اياه هون اللي هو ان هذول شايفينهم هذول لسه بيكونوا عباره عن لوكال ديبولارايزيشن ما بيكونوا وصلوا للثريشولد لسه فشو اللي بيصير احيانا بوصلوا للثريشولد فشو بروحوا بيعملوا بعطوكم اكشن بوتنشال زي ما انتم شايفين هون هلا او بعطوكم هذا الشكل من الاكشن بوتنشال هلا بيس ميكر اوتونوم تحرك من حالها تبلش الاشاره من حالها لكن ممكن يتحكم فيها السمباثيتك او الباراسمباثيتك سيستم او بعض الهرمونات يعني لكن اهم شيء كبدء الاشاره اللي بدا الاشاره انها بلشتها من حالها تنين لما اجوا سجلوا في الخلايا السموث مصل شو الاكشن بوتنشل اللي بيشوفوه شافوا نوعين من الاكشن بوتنشل طلعوا شافوا هذا الازرق اللي بهذا الصوره وسموه سبايك بوتنشل وهون سموه اكشن بوتنشل وذ بلاتو هلا هاي طبعا الاكشن بوتنشل اللي جاي من سكليتال المصل السبايك بوتنشل مين بيشبه اكشن بوتنشل اوف كاردياك اور اوف سكليتال سكيليت او سكيليت المصل شايفينه كيف سريع بطلع وبنزل ماشي طيب هذا معناها بتشوفوه وين في المالتي يونيت ولا في اليونيتري اكثر مين تشبه السكريت الاكثر المالتي يونيت ولا اليونيتري المالتي يونيت. يلا المالتي يونيت. نعم طب وهذا وذ بلاتو اليونيترال الكارديك نعم بيشبه الكارديك اكثر ماشي فهذا اكثر ممكن اشوفه في مين في اليونيتر سموث مسل ماشي هلا السبايك بوتنشال زي ما قلت لكم بيشبه السكليتال اكثر وبيحصل في الـ في المالتي يونت اكثر سموث مسل ممكن يكون عباره عن الكتركال نيورونال هرمونال بدكم اياه هلا في حالة اللي هو البلاتو مع البلاتو بشبه الهارت اكشن بوتنشال بكون برولونج كونتراكشن زي الموجود في في منطقة اليوريتر اليوتراس بعض السموث مصر الموجودة كمان في جدار اللي هنا البلد فيزل ماشي أهم شيء تعرفوا إنه اللي بتكون مع بلاتو بتشبه أكثر الكاردك والسبايك بتشبه أكثر اللي هنا السكريتال مصل في حدا فيكم عنده سؤال عن كل اللي أنا حكيته قبل ما نروح نحكي هذا التيبل مع بعضينا كل شيء تمام واضح عندكم طيب هلا احنا خلصنا كاردياك وخلصنا سكليتال وخلصنا سموث مصل هذا التيبل بده يجي يفرق لي اياهم كل واحد عن الثاني ومهم كتير. وفي بعض النقاط بس انا بدي اعلق عليهم حتى تكون واضحه لكم هون بطبيعه الديفينيشن اللي هو بحطهم مين متبرع يلا غير لين ولينا ومين كمان يلا يا ناصر ناصر اليوم مش زي ما حكيت كتير مره بس يلا يا ناصر انت عشان هيك اه يلا ايه مو شان ناصر تضيف يعني مرات مرات صوتي بيقطع مش مشكله مش مشكله متحمل بعض مرات بس نسمع منقطع مش مشكله طلع يا ناصر تعال نشوف هون هاي سكليتل وهي سموت مسل سنجل يونيت يون... او مالتي يونيت وفي الكاردك مسل معطيكم الكاركترستيك اللي هو بده يقارنها بيناتهم يلا ثيكو ثين فيلمنت يا ناصر موجودة وين؟ في السكليت المصل في ثيكو ثين وفي في السموث مصل وفي الكارديك مصل في جميعهم في في الكارديك كلهم لأنه شو ثيكو ثين يعني عندهم مايوسين وأكتين فكلهم عندهم أكتين ومايوسين الساركومير مين عنده ساركومير يا ناصر؟ سكيليت المصل فيها ساركومير والكارديك مسل نعم. بس سموث مسل ما فيها وفصل ما السكيليتا معك السكيليتال والكاردياك سكيليتال سكيليتا وعشان هيك قلنا هذا بعطيها الاستريشن انها بتكون ستريتد اما هذول ما عندهم اثنين الساركوبلازميك ريتيكولوم مين اكثر وحده متطوره يا ناصر شايفين وين في السكيليتال اكثر, أكثر وحده عندها سكيليتال ويل ديفلوبت هي سكيليتال مصل انت اكثر وحده بعدين الكاردياك واقل وحده السموت مصل او قلت ممكن اقول انها حتى مالها مش موجوده مين في نكمل يلا مين ورا ناصر يلا يا رائد يا رائد دكتور مين في عندها جاب junction بتوين سيلز السنجل يونت والكاردياك مسل والكاردياك مسل ماشي يعني unitary smooth مصل. وكمان ايش الكاردك مصر اما السكريتال ما, صحيح. صحيح. ما عندها ما عندها السكريتال والمالتي يونت مرات بحطوا فيو انا بتعتبروا ليها اذا قلت لكم اعتبروها كانها مش موجوده في المالتي يونت لكن اذا م. اعطيتكم سؤال عام قلت لكم سموث مصل بتقولوا لي اه عندها جاب لانه في وحده منهم عندهم جاب يعني اللي هن السنجل يونيت مصل هلا السورس الكالسيوم الكالسيوم جاي بالسكريتال مصل من وين يا ناصر يا مين اللي قلنا رائد رائد, رائد. من وين بيجي الكالسيوم؟ مسكريت المصل بس من الساركوبلازم كريتيكولم الساركوبلازم كريتيكولم في في السموث مصل هون اللي بدي تزبطوا لي اياها مينلي اكسترا سيلولار ام... امحوا الساركوبلازم عشان ما تخربشوا ليش فيها وال والكاردياك ساركوبلازم اند اكسترا سيلولار يعني كاردياك بيعتمد على التنتين السموث مصل مينلي اكسترا سيلولار وسكريتا المين انترا سيلولار من الساركوبلازم كريتيكولم السايب اوف كالسيوم ريجوليشن ديروا بالكم مش بقولكم وين برتبط الكالسيوم بمين بيتحكم هون عن التروبونين فهو برتبط فيه وبتحكم فيه هون بمين بيتحكم الكالسيوم ميسين. مش على التروبونين بيتحكم في المايوسين اما في الكاردك مصل بيتحكم في التروبونين كمان لو قلت لكم وين برتبط تيجي بتقولوا لي في السكليتال في التروبونين وفي الكاردك في التروبونين اما في السموث مصل برتبط في الكال موديولين انتبهوا على طبيعة إنه إيش بقولكم هلا سايت أوف ريجليشن والسايت أوف بايندينج. سبيد أوف كونتراكشن فاست سلو هاي فيري سلو وهاي سلو يعني أبطأ وحدة فيهم مين اللي هي السنجل يونت وعشان هيك قلنا هي إيكونوميك. طيب يلا مين بي... يلا يا آه... لين لين مين عندها سبونتاني وست برودكشن لأكشن بوتنشال يعني مين عندها بيس ميكر؟ اللي حكينا السموث مسل والكارديا والكاردياك مين مين في السموث مصر يالين السنجل اه, اللي هي سنجل نعم, يونت سنجل يونت نعم سنجل يونت المالتي يونت قلت لكم دائما معتمده انه يجيها اشاره تشبه كثير السكليت المصر طيب كمان هلا بدنا نيجي لاس لا اللي هن التون اتركو افكت اوف نيرف ستيميوليشن يا آه, يا لين اه, الاسكلي... يعني السكليت والكاردياك لا اه, بس السموث مثل السنجل يونت انتبهي على النيرف الـ 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 ستيميليشن انا قصدي يا لين شو بيعملها النيرف ستيميليشن خربشتي شوي انت شتيتي شكلك النيرف ستيميليشن شو بيعمل بهذا إيه بياثر عليها يعني دائما ايش اكسايتيشن ولا آه انهيبيشن لا اكسايتيشن اكسايتيشن في السكيليتال دائما اكسايتيشن طب في الـ في السموث مسل كما بالسموث مسل حكينا انه ممكن يكون للنيرف فبعمل اكسايتيشن وكمان ممكن يعمل انهبيشن ممكن يكون اكسايتيشن وممكن يكون انهبيشن في الكاردياك برضه نفس الشيء او حسب سمباثيتك ولا برا سمباثيتك طيب كمان الهرمونات مين بياثر على الهرمونات مين الهرمونات بتاثر عليها على السموث على على وكمان على سموث وكمان على الكارديك آه. الكارديك برضه ممكن يصير له مودوليشن في الهرمون لكن السكريتال ما بتفهمش الهرمون السكريتال بس تفهم الاسيت الكولين يخليها تعمل كونتراكشن وهون بدي تركزوا عليها طلع عيالين بقول لك يخليها تبلش كونتراكشن مين اللي بيخليها الستريتش تبلش كونتراكشن السموث مسل سموث ولا سكريتال السموث ومين اللي هي السنجل آه. يونت هلا طلعوا الهارت والسكليتال لو تعملوا ستريتش من الصبح للمغرب ما بخليها تعمل كونتراكشن لانها هي بدها اشاره يا اما من البيس ميكر زي في الهارت او من الاسيتيل كولين السوماتيك موتور نيورون شوفوا كيف الكلمه بتفرق ستريتش اوف سيل ايش برودوس كونتراكشن طب لو جيت قلت لكم ستريتش اوف ذا سيل انكريز ذا فورس اوف كونتراكشن ويل انكريز ذا فورس اوف كونتراكشن بالكاردياك بكون فيه وبالسكليتال كمان اه وفي السموث بتقدروا تقولوا كمان الستريتش بخليها بتزيد الفورس اوف <applause> كونتراكشن لكن تعمل تو انيشيت initiate... يعني لا, <applause> لا. بس... زي شو نعم؟ دكتورة يعني ستريتش مثلا زي انه دم ماشي في الفيسل اكثر هلا اسمعني زي اللي عملنا في الهارت اللي هو مبدا فرانك ستارلينج لو مش قلنا لما تعملوا تعبوا اكثر شوي في العضله بتعملوا لها ستتش سوري أك... بتعملوا ستتش على العضله بتزيدوا الفورس اوف كونتراكشن السكليتل زي اللي حكيته قبل شوي في اللينكس للساركومين مش قلنا اذا عاملين بارشل ستريتش للعضله يعني شديتوا العضله شوي وبعدين قلتوا لها اعملي كونتراكشن يعني طولتوا اللينك تبعها شوي للساركومير لدرجه انه مش اوفرلاب الاكتين ولكن ولا بعاد عن بعض فهون وجيتوا تعمل كونتراكشن بزيد الفورس ماشي اما to initiate انه اذا عملتوا stretch تخليها تبلش تعمل contraction السكليت المصل ما عندها هاي الخاصيه ولا الكاردك اللي عندها هاي الخاصيه هي عباره عن فقط اللي هي السموث مسل وخصوصا اللي هي السنجل يونت هلا في شيء ثاني كمان انتبهوا معي هون على التيبل في التون شوفوا كلمة تون شو بقول لكم؟ لو ليفل من المنتين تنشن بعدم وجود ستيميوليشن. طبعا وحدة فقط اللي بتقدر تعمل هذا الحكي اللي هي السنجل يونت. يعني وجدوا انه احيانا السنجل يونت بقدر الاقي فيها تنشن على الرغم انه مش جايها ستيميوليشن ولا من اي خليه من اي يعني اكسترنال فاكتور ماشي هذا حسب التنشن حسب التعريف اللي وجدوا هون اللي كتبوا هون لكن كلمة تون مرات بتيجي بمعنى بارشل كونتراكشن يعني في بارشل ستيتمنت كونتراكشن بدون ما اقول انه فيش اكسترنال ستيمولي عشان افهمكم اياها تخيلوا سكليت المصل هلا بجسمكم حسوا ايديكم عضلات ايديكم بايسبس ترايسبس في اللور هل هي فلسد على الاخر ولا فيها شويه تنشن حاسين او كونتراكتد شوي على الرغم انه احنا مش عاملين مش بنحركهاش يعني مش مش عامل لها ستيميوليشن شو بتحسوها البلك تبعها شويه في ايش في تنشن ففي بارشل ستيت يعني سكريت المصل دائما بيجيها اشارات لكنها قليله من الموتور نيورون دائما بيجي بغذيها فبخليها تعمل بارشل ستيت اوف كونتراكشن لدرجه انه انا اذا شلت الستيميليشن بشوف الفرق يعني بلاقيها العضله مالها زي اللي صارت فلاسيد اكثر هلا اذا انا اجيت سالتك كلمه تون كتون بدون ما اعرف لك اي شيء السكريت المصل فيها تون والسموث مصل فيها تون لكن اذا قلت لك تون without external stimuli الوحيده اللي عندها تون without external stimulation هي single unit واضح كلامي؟ مين بتعمل انيشيشن عن طريق الاسترتش فقط السموث مسل مين بتعمل الفورس بتزيد لما تعمل استرتش كلهم ممكن يزيد الفورس اوف كونتراكشن اوكي مين عنده سؤال عن العضلات لان هيك انا انهيت وحابه ابلش معكم شويه اللي هو ريسبيرتوري